تهريج. اليوم بطبيعة الحال يعني كانت لدينا جلسة في الدورة العادية لشهر مايو. هذه الدورة العادية تدرسنا فيها مجموعة من النقاط. المقدمة ديالها بطبيعة الحال هو الموضوع اللي كيتعلق بمركز ديال تصفية الكلى. كاين فيه جوج أمور، كاين اتفاقية صدقنا عليها اللي فيها حنا كنساهموا 500,000 درهم يعني 50 مليون، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كتساهم 130، وكذلك المجلس الإقليمي يساهم ب يعني مبلغ 130 طن. إذن احنا الآن بخصوص تكميلة ديال المشروع ديال تصفية الكلى. هذا المشروع في الحقيقة من 2017 فاش بديناه احنا كنشتغلوا عليه. الآن هو من المشاريع المهمة اللي خصها تكمل. كان خصو من البداية حتى النهاية كان خصو 850 مليون سنتيم. طبعا اليوم راه منجز في اكثر من نصف، يعني 400 مليون راه تنجز بها البنايه وكل شيء تهيئ. شنو باقي؟ باقي الان التهيئه ديالو ديال الاليات والقاعه ديال ما يسمى بقاعه المياه والمسائل اللي كيحتاجوها الناس طبيا وغير ذلك، واللي كتوفر الوسائل والامكانيات ديال المعالجه ديال التصفيه. اذا هي اشياء كتوصل في المجموع ديالها حتى 350 مليون. الان هذه 350 مليون الان راه اصبحت متوفره بعد مساهمه ديال الجامعه 500,000 درهم يعني 50 مليون، والمساهمه كذلك ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي يعني ساهمت واحد المبلغ محترم، وكذلك المجلس الاقليمي باش كنوفروا هذه 350 مليون في اقرب وقت ممكن باش يتنجز هذا المشروع ويصبح في خدمة الناس. هذا من الناحية الأساسية وهو مشروع مهم. إذن اليوم صدقنا على جود الحوية، صدقنا على الاتفاقية ديال تشغيل دياله والكيفية والمساهمة ديال الشركاء، وكذلك صدقنا على المساهمة ديالنا اللي فيها 50 مليون. أيضا كاين واحد اتفاقية أخرى ديال الشركة مع الوكالة الحضارية، الوكالة الحضارية لمدينة ناظور ويعني وأقاليم أخرى. الوكالة الحضارية غادي تكلف بتحيين تصميم التهيئة ديال المدينة، وطبعا باش تكلف بتحيين تصميم التهيئة ديال المدينة كيخصنا نشتغلوا كشركاء. هما الوكالة الحضارية يتكلفوا بالجانب التقني كله من الصورة الجوية إلى غير ذلك، وكذلك يساهموا بالجانب المادي. احنا أيضا دخل معنا في الاتفاقية كذلك الجماعة دولة ستوت باعتبار أنها محيطة بالمركز ديال زيو، وكذلك المساهمة ديال الوكالة الحضارية باش نجزو هذا المشروع ديال تصميم التهيئة كذلك في أقرب وقت ممكن باش يتعدل أحسن، وربما تكون فيه بعض الأمور اللي لاحظناها احنا في التصميم حاليا لكن خصها تعدل وكيخص تحسين ديال هذا الوضع. بخصوص مسألة أخرى، صدقنا على اتفاقيات جوج مع الوكالة مع جهة الشرق. بخصوص زودنا جهة الشرق بسيارة إسعاف وسيارة أخرى ديال نقل المدرسة. هذه الاتفاقيات أيضا صدقنا عليهم وهما قيمة مضافة، وهذا الشيء غادي يزداد يعني غادي يكون كهبة من الجهة لفائدة الساكنة، سيارة إسعاف وسيارة نقل مدرسي. وكان عندنا شي نقطة أخرى كتتعلق بالتعديل ديال كل التحملات المتعلق بكراء الأسواق، حتى هو درنا فيه واحد التعديل أيضا تقني وإداري. فهذه النقط ديال جدول الأعمال هي مجموعة ديال النقط اللي كان فيها العمل الاجتماعي واضح، وهو النقل المدرسي وهو الإسعاف وهو يعني الوكالة الحضارية باش يعني تعمل تحييد ديال التصميم، وهو أيضا كذلك المركز ديال تصفية الكلى اللي هو طبعا أساسي اللي راه هو خصو يخدم خلال هالسنة إن شاء الله. فهذا هو الموضوع اللي استمعنا عليه واللي
القرارات اللي اتخذها المجلس كله اليوم بالإجماع. وتشكر السادة الأعضاء المتشارين على الحضور ديالهم وعلى التدخلات ديالهم وعلى المساندة ديال المشاريع الاجتماعية. نتمنى إن شاء الله نكونوا موفقين، وانتم كذلك نشكركم باعتبار أن الصحافة تقوم بالدور ديالها فيما يتعلق بتقريب المعلومة من المواطن إلى آخره. هذه كلها مسائل اللي كان يعني سعداء وحنا كنشكركم عليها، ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا.